لازم نشوفوا شنو ما الحاجات النقائص ولا الشيء اللي كررنا فيه الغلطات واللي ما خلناش نقدموا، يلزمنا نشوفوها هذه. وبعد ما نشوفوا الشيء هذايا بطبيعه الحال نعرفوا شنو المنتخب اللي نحبوه، شنو طالبين من المنتخب، شنو اهدافنا الحاضر والمعنى على القريب وعلى المدى البعيد. وهنا بطبيعه الحال يخرج البروفيل دو لونترونور اللي لي سيليكسيونور اللي نستحقوه. هنا يزون نختاروا لونترونور، ما نجموش نختاروا اونترونور قبل ما نعرفوا شنو نحبوا احنا وشنو هي امكانياتنا وشنو هو حالتنا الحاليه. انا كي تقول لي اختياري نتاعي نقول لك انا نحب مبرم تونسي، وهذا حق مكتسب بالنسبه لكل اي تونسي. لكن اذا المدرب التونسي مثلا ما عندوش البروفيل هذا، بطبيعه نلتجئ للمدرب الاجنبي اللي عنده البروفيل هذا. مش معنى مش خاطره اجنبي لازم نجيب الاجنبي، يعني الاجنبي ما يجمش يعطيني الاضافه ما نجيبش اجنبي. وقتاش باش نلقاو مدرب في المنتخب ولا مازال بكري؟ لا مش مازال بكري، معناها ماذا بينا في مثلا في اكثر اقرب وقت، لكن ما نحبوش التسرع، لان الفترات السابقه القرارات اللي اتخذت في اختيار مدرب كان مفروض علينا الوقت، وهناك تفرض علينا الوقت كانت عدم النجاح. الفترات اللي هي معناها على ماركيلو فوتبول تونيزيان على مستوى النجاح، والنجاح يكون هو مشاركه في كاس العالم، هو 78 مع سي عبد المجيد عمل ما يقارب 4 سنوات وخذا فترة عمل وكان الجواء طيب. بعد هكايا الفترة اللي نجحنا فيها هي مع كاسبر زاك، كيف خذا 4 سنوات وكانت العلاقة متاع كل ما يحيط بالمنتخب أمور طيبة ونجحنا فيها. الفترة اللي ما بعد هكايا هو مع لومير 2002 حتى 2008، والفترة من 2002 حتى 2006 كانت نسبة النجاح وشفناها عشان في كأس العالم وفي كأس افريقيا وشاركنا زاد في حتى في كأس افريقيا، في كأس افريقيا كنا ناجحين وخليت فترة طيبة. هذا ما يأكد اللي يكون كل ما فما بروجي، كل ما فما استمرارية، كل ما فما ما يحيط بالمنتخب فما نسبة نجاح، وكل ما لعبنا على نتيجة عاجلة كان الإخفاق. الفترة الأخيرة هذه وقت اللي أعطوني عطيت الاختيار متاعي الفني، عطيت اختيار الفني بكل موضوعية، لكن أكثر من هذا أنا ما عندي حتى علاقة بالفريق الأول، ما عندي حتى علاقة، وأنا بدي نحس اللي كونه في وقت ما الخبرة البسيطة المتواضعة اللي عندي كنت نجم نعاون، لكن مع الأسف ما عاونت في شيء، ما كنتش لا مانيش قريب تمام من الفريق الاول. في ال 84 كان لاعب اللي مرنته وما تبدل حتى شيء، ما تبدل حتى شيء من العلاقه الانسانيه والعلاقه، ما عندي حتى شيء، بتعبس بالعبس بالعكس. معناها انا حتى كي صار المقابله المره الاولى والمره الثانيه، انا في 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 معناها في تقريري وكي كلمت الخيان المكتب الجامعي قلت لهم راهو دو بونوم اللي عندهم كل واحد عنده بروفيل وكل واحد عنده اضافه وما تضيعهمش اثنين. هذا موجود وموثق. ما عندي حتى شيء، معناها تخذ هذا في هذا، لا لا ما عندي حتى شيء. وحب وقال وقال وحتى خالد قال كلام، قال حتى قال كلام، لكن انا ما نخوش عليه.